وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة المغربية الرباط المحلل الاقتصادي المهدي الفقير. سيد مهدي، ما مدى قدرة المملكة على نقل تجربتها الحديثة نسبيا في صناعة السيارات إلى بقية القارة الأفريقية كما تحدث السيد الوزير؟ فالأكيد اليوم أن المغرب قد تبوأ في وقت قياسي مراتب الريادة فيما يتعلق بتصدير السيارات، والمغرب يتمتع بعلاقات اقتصادية جد قوية مع الدول الإفريقية، فبالتالي كل الظروف هي متاحة من أجل نقل هذه التجربة إلى الدول الإفريقية، بحكم أن المغرب وفي ظرف يعني وجيز جدا انطلاقا من 2014 تمكن من استثمار سياسة التسريع الصناعي لكي تبلغ نسبة الإدماج حوالي 50%، ويحتل المرتبة الخامسة على صعيد مصدر السيارات للقارة الأوروبية والمرتبة الأولى إفريقيا. إذن هناك كل المؤشرات وكل ربما الآليات اللازمة من أجل نقل لهذه التكنولوجيا ونقل لهذه التجربة لدول القارة الإفريقية. نعم، يعني كيف يمكن الاستفادة من انفتاح المغرب من ناحية على القارة الأوروبية ومن ناحية أخرى أيضا على أفريقيا جنوب الصحراء في هذا المجال؟ المغرب اليوم هو إذا صح التعبير تلكم صلة الوصل الاقتصادية بين القارة الإفريقية والقارة الأوروبية. الفاعلين الاقتصاديين الأوروبيين يسعون بعدما تمكنوا من تطوير شراكتهم مع المغرب إلى استثمار العلاقات الجيدة التي يتمتع بها المغرب، وكذلك التجربة الكبيرة التي راكمها خلال غياب للجانب الأوروبي عن القارة الإفريقية بفعل تبعات الأزمة الاقتصادية، من أجل نقل لهذه الخبرات والتكنولوجيا إلى واستثمار أفضل لهذه العلاقة من أجل ربما إعادة التموقع في الأسواق الإفريقية. وبالتالي فأوروبا ترى في المغرب ذلكم الباب الذي ينبغي استثماره من أجل تموقع أو إعادة انتشار في القارة الإفريقية، مستفيدين أولا من الوزن الجيوسياسي للمغرب على الصعيد الاقتصادي الإفريقي، وكذلك من التطور الكبير الذي عرفته العلاقات ما بين المغرب ودول إفريقيا، بحكم أن المغرب كان قد اتبع سياسة تطوير جنوب جنوب بمنطق رابح رابح. نعم، يعني في تلميح الوزير إلى إمكانية أن يساعد المغرب في أن تنتج الدول الأفريقية بعضا من أجزاء السيارات المصدرة إليها، يعني كيف نفهم هذا التصريح وما مدى إمكانية تحقيقه؟ المغرب كما ذكرتم يريد نقل تجربته إلى تلك الدول الإفريقية. المغرب ابتدأ كمنصة لتركيب السيارات، وكانت أنذاك نسبة الإدماج الصناعي لا تتعدى 20%. الآن المغرب تمكن من تطوير نسبة الإدماج إلى ما يربو على 50% في أفق تطويرها إلى 70% سنة 2020. وبالتالي فنقطة الانطلاق التي قام بها أو التي كان على أساسها تمكن المغرب من تحقيق هذه الطفرة هي تلك النقطة الانطلاق التي المغرب يقترح على الدول الإفريقية من أجل تطوير تجربتها. وبالتالي فالمغرب يلعب هنا دور يعني نقل للتكنولوجيا ونقل للتجربة التكنولوجية، بحيث يمكن الدول الأفريقية من وصول أو التوصل إلى نسبة نضج صناعي بالقيام أو وقبل كل شيء بتصنيع أجزاء السيارات في أفق إعداد منصات متكاملة لتركيبها، ولما لا التصنيع الكلي للسيارات على المدى المتوسط والبعيد. المحلل الاقتصادي المهدي الفقير، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة المغربية الرباط، شكرا جزيلا لك.